فتحت البوابات إذن وانطلقت جياد وأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات بمختلف درجاته على جائزة الأمير فهد بن جنوبي بن تركي آل سعودي رحمه الله أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ترى في منافسة تجمع هذه الجياد والأفراس عمر 3 سنوات تأتي بقيادة رسالة مجد والهيدب يترقب وكذلك الترقب يأتي من وحشي وكذلك متوثب في المركز الرابع من الخارج منافسة بين الجياد والأفراس المنتجة محليا على مسافة الميل بقيادة رسالة مجد ومن الداخل وحشي ومن الخارج شاهد الهيدب بالإضافة لمتوثب الهيدب إذن يتقدم للمركز الثاني بالمركز الثالث من الداخل وحشي ويتقدم أيضا متوثب من الخارج يأتي النماص للمنافسة من الخارج أيضا الهيدب يتقدم مع علامة 600 متر يتقدم للمركز الأول متوثب قادم بالإضافة لقيادية قيادية ابنة التسق قادمة والهيدب في المركز الأول الثلاثي الأبيض قادم أيضا والهيدب يقود هذه الجياد والأفراس في المركز الأول وحشي من الداخل يحاول التقدم ومن الخارج يشاهد متوثب فيما الهيدب هو صاحب المركز الأول 150 متر الأخيرة الهيدب صاحب المركز الأول هلش التغير الهيدب هو صاحب المركز الأول إذن الهيدب ينهي هذه المنافسة ابن هيستوريك والمركز الثاني لمتوثب